السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. اليوم وصفتنا كافي بارد، ان شاء الله يزبط. ما ادري، طبعا هذا الكافي من اختراعاتي، راح استخدم هذا الكافي من نستلا اللي هو 3 في 1، وراح استخدم قوالب الثلج والايس كريم الفانيلا من السعودية وموية، كلهم راح نحطهم بالخلاط وراح اوريكم كيف ان شاء الله يزبط. كذا نفسي في ميكس كذا كافي بارد. يلا نبدا. اول شيء راح نسويه راح نفتح النستلة القهوه ونحطها تقريبا كامل، وراح نضيف نص كوب بالكوب طبعا اللي راح اشرب فيه، نص كوب موية. وراح نضيف قوالب الثلج، طبعا قوالب الثلج عندي ما هي مو مرة مثلجة لانه فجأة اشتهيت وما كنت مجهزة لله. راح نبدأ نضيف الآيس، طبعا راح كذا خلص معانا. بس لو تشمون الريحة، شوف شلون كيف لو تشمون الريحة كيف يما يجنن. طبعا وللتزيين انا جبت كمان ايس كريم السعودية، مكعبات. وهنا قصينا الايس، راح نزين فيه. هذا المصاص يا رب يجنن. نتكلم عن الشكل، نعطيه 10 من 10، الشكل جبار. نذوق، مرة يجنن يا بنات. انصحكم تجربونه، واكتبوا لي تحت في الكومنت اللي جربوا كيف الطعم. والله الطعم جبار، اول مره اخترع حاجه وتزبط. يومي 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 جدا يومي، اهني نفسي صراحه. صفقه يا انا صفقه.